البريبريشن تاعون السسبنشن اللي هو حكيت اباوت الفلكيويتنج ايجنت، تعرفت على انواع الفلكيويتنج ايجنت، ايضا انتقلت الى اذر انجريدينت تعرف عنا بالسسبندنج ايجنت، وتعرفت شو ما انواع الماتيريال اللي يستعملوا عاده عنا السسبندنج ايجنت وشو الفانكشن فعليا اللي بيشتغلوا فيهم وكيف كل وحده فيهم فعليا بتاثر عنا على الاستابيليتي تاع البريبريشن تاع السسبنشن. ثم بعديها انتقلت وبلشت عنا ادرس اللي هي البروسيس تاعت البريبريشن تاع السسبنشن، واوصو درست كيف بعمل باكجينج، كيف بعمل ستورينج للبريبريشن تاع السسبنشن، واخر شيء بالمحاضره الماضيه انتهيت فيه اللي هو بلشت احكي اباوت اللي هي الابلكيشن تاع البريبريشن فارماسيوتيكال ابلكيشن للبريبريشن تاعون السسبنشن. حكيت انه بيزيكلي البريبريشن تاع السسبنشن ايذر ات كود بي ابلايد اورالي اور ات كود بي ابلايد توبيكالي او ايفن ات كود بي ابلايد بارنترالي، كمان ممكن استعملهم عنا باي انهاليشن وممكن استعملهم عنا او ابلايد باي الريكتال روت اوف ادمنستريشن. هلا فعليا تحدثت اباوت البريبريشن تاعون السسبنشن فور اورال ادمنستريشن، وحكيت بيزيكلي عاده بنحضر اورال سسبنشن للانتي مايكروبيال ايجنت وللانتي اسيد ميديكيشن، وانتقلت وتحدثت عن البريبريشن تاع السسبنشن فور التوبيكال ابلكيشن على السيرفيسز تاع السكن. وبيزيكلي حكيت انه السوتش بريبريشن هذول اللي هم عباره عن توبيكالي ابلايد سسبنشن بتراوحوا عنا بالكونسيستنسي تاعتهم من ليكويد بريباريشن، ممكن عنا يصيروا سيمي سوليد بريباريشن اللي هم لايك مثلا فور اكزامبل الاوينتمنت بريباريشن واولسو لايك الكريم بريباريشن. تمام، اليوم بدي اكمل واتحدث اباوت البريباريشن تاعون السسبنشن فور بارنترال يوزز. هلا اول شيء keep in the mind انه عاده اي suspension which is prepared for parenteral administration usually solid content تاعت الدرج اللي بتكون موجوده فيه تتراوح عنا ما بين 0.5% عنا ماكسيمم توصل الى 30% of the solid particle. تمام، هلا بهمني تو property للبريباريشن تاع السسبنشن which is intended to be administered parenterally. الأولى اللي هي بهمني الفيسكوسيتي تاعت البريباريشن تاع السسبنشن، وأوصو بهمني قديش عنا البارتيكل سايز تاع السوليد فيزز اللي موجودة في قلب البريباريشن تاع السسبنشن that intended to be administered parenterally. لماذا؟ لأنه الفيسكوسيتي وأوصو البارتيكل سايز تاع الانسوليبل سوليد اللي موجوده بالبريبريشن تاع السسبنشن راح تاثر عنا فعليا على الايزي اوف انجكشن تاع البريبريشن تاع السسبنشن، وراح تاثر عنا اونسو على الافيكاسي اللي هي عباره عن الديوريشن اوف اكشن، الفتره اللي يبقى فيها الدرج عنا في البريبريشن تاع السسبنشن هاد افكتيف انسايد ذا بودي. تمام، هلا اول شيء keep in the mind إن أنا لما بعمل preparation of the suspension للدرج which is administered parenterally الهدف هون بيكون فعليا إن أنا أعمل control للريت تاع الريليز تاع الدرج من البريباريشن، وبالتالي بعمل إيش عملية control للduration of the action، يعني بمعنى آخر إنه أنا ممكن أطول الفترة الزمنية اللي يبقى فيها عنا الدرج هذا فعال داخل الجسم. أوكي، هلا in general انا علشان اعمل كنترول للريت تاع الابزوربشن وبالتالي اعمل كنترول عنا للديوريشن تاع الاكشن تاع الدرج انسايد ذا بودي باي بريبريشن اوف ذا سسبنشن يدخل عنا بارنترالي، هون هشتغل على تو تكنيك. الاول يا اما ان انا احضر سسبنشن عنا للدرج which is containing an a variable size من الانسوليبل سوليد بارتيكل تاعت الدرج في هاي البريبريشن، او انه انا فعليا اوحد السايز تاع الانسوليبل سوليد بارتيكل تاعت الدرج ولكن فعليا اعمل لهم سسبندنج عنا بنون اكيو والسسبندنج ميديم بدل ما استعمل اكيو والسسبندنج ميديم. تمام، هلا تعالوا نمسك التكنيك الاول. لو انا اجيت حضرت سسبنشن عنا من الدرج which is هذا السسبنشن يحتوي عنا على variable size من الدرج الانسوليبل بارتيكل اوف درج في قلب البريباريشن تاع السسبنشن. طلعوا معاي هلا ان جنرال هاي البريباريشن عملت لها انجكشن عنا بارنترالي، كيف فعليا راح يطول عنا الريت تاع الريليز تاع الميديكيشن فيها والافكت تاع الدرج راح يطول عنا اوفر ذا تايم؟ ببساطه
هنا الافيكاسي تاعت الدراج راح يحكمها عنا الريت تاع الديسوليوشن تاع البارتيكل تاعت الدراج انسايد ذا بلاد ستريم. يعني انا البريبريشن تاع السسبنشن اللي نفترض انه موجود فيها عنا لارج بارتيكل وانترميدييتد بارتيكل، تمام؟ هلا الانترميدييتد بارتيكل هاي راح يصير لها ديسوليوشن عنا في تايم اسرع بكثير من التايم اللي بتحتاجه عنا اللارج بارتيكل لحتى يصير لها عنا فينومينا اوف ديسوليوشن. هلا الريت تاع الديسوليوشن تاع البارتيكل اللي موجوده بالبريبريشن تاع السسبنشن هو اللي بيحكم عنا الريت تاع الابزوربشن. ليه؟ لانه اذا البارتيكل صار لها ديسوليوشن سريع هذا معناه انه الابزوربشن تاعها اي بمعنى انتقالها تو انسايد عنا الابزوربنج سايد راح يكون عنا سريع، اذا الافكت تاع الدرج راح يكون عندي سريع، تمام؟ اذا انا لما باجي بحضر بريبريشن اوف ذا سسبنشن فعليا فيها فاريبل سايد variable size اسفة من الدراج، هذا معناها ان انا عمالي بعمل slow dissolution عنا للدراج للبارتيكل تاعت الدراج over variable time، وبالتالي انا عمالي بعمل variability في الريت تاع الابزوربشن تاع الدراج for a variable time، وبالتالي استطيع ان انا اعمل extend للإفكت تاع الدراج inside the body عنا for more long time. وصلت؟ وصلت. تمام. هلا السكند تكنيك اللي ممكن اشتغل عليه ان انا اجي اخذ البارتيكل تاعت الدرج هاي واعمل منها سسبنشن النون اكيوس فيكل اللي هي عباره عن اويلي فيكل، لايك مثلا اعمل لها سسبندنج بفراكشنيتد كوكونات اويل او اعمل لها سسبندنج فور اكزامبل بالارشز اور استسم اويل، تمام يا جماعه؟ هلا البريبريشن هاي لما عمل لها انجكشن عنا تو انسايد البلاد ستريم، الكل بيعرف انه مين كومبوزيشن موجوده في تركيبه البلاد هي عباره عن ووتر، 70% من البلاد هو عباره عن ووتر، تمام؟ تمام. اوكي، هلا البريبريشن تاع السسبنشن هاي اللي عباره عن سوليد بارتيكل موجوده عنا سسبندد ان اويل، لما دخلت على البلاد ستريم عندي، هلا البلاد ستريم مالي موجود فيه ووتر، اللي حيصير عندي انه حيتكون جلوبيول من الاويل اللي كانت عباره عن سسبندنج ميديوم بالبريبريشن تاع السسبنشن، هاي الجلوبيول تاعت الاويل راح تحجز جواتها عنا السوليد بارتيكل تاعت الدرج، تمام؟ تمام. طيب هلا السيرفيس اريا تاعت الجلوبيول تاعت الدروبلت اوف ذا اويل اللي موجود في قلب البارتيكل تاعت الدرج اللي هي موجوده هلا بالووتر كونتنت تاعت البلاد ستريم، سيرفيس اريا تاعت الجلوبيول هاي سمول سيرفيس اريا، تمام؟ تمام. طيب هلا الدرج لحتى يعطي افكت لازم يصير له ديفيوجن من قلب الاويل الجلوبيول تو انسايد الووتر كونتنت اللي موجوده عندنا بالبلاد ستريم، تمام؟ تمام. طيب كونه الدرج راح يعمل ديفيوجن عندنا على السيرفيسز تاع الاويل جلوبيول اللي تكونت عندنا في قلب البلاد ستريم، هذا معناه انه الامام تاعت الدرج اللي عم بيصير لها ديفيوجن هلا من الجلوبيول ات از لارج اماونت ولا سمول اماونت؟ small amount. ممتاز، بما ان انا عندي small amount of the drug بيصير لها diffusion عندي، تمام؟ هذا معناها ان انا عمالي عم بعمل عنا slow release للدراج عنا to inside the blood stream، هذا ال slow release راح يعطي عنا فعليا effect for the drug extended for long period of the time. وصلت؟ وصلت. تمام. هلا example على preparation of the suspension which is administered parenterally مثل مثلا for example الفاكسين، هلا معظم انواع الفاكسين they are prepared عنا as a suspension for administration، ولكن الفاكسين هون اللي بتحضروا عندي as ايش؟ بتحضروا عنا as aqueous suspension، تمام؟ هلا الفاكسين by the nature هم عباره عن killed microorganism او بيكونوا عباره عن toxins للبكتيريا، ها
هدول الكلب مايكرو اورجانيزم او التوكسين للبكتيريا فعليا بدخلهم بالفورميليشن تاعتي، الهدف منهم انه يصير عنا الاميون سيستم داخل الجسم يطلع عنا انتي بودي اجينست ايش الانتي جين اللي هم كانوا جايين من الكلب مايكرو اورجانيزم او التوكسين تاعون المايكرو اورجانيزم. تمام تمام تمام. لكن انا بيهمني هون في الباكسين ان انا يكون في عندي ايش، يكون في عندي برولونج ريليز للانتي بودي اجينست التوكسين او اجينست عنا المايكرو اورجانيزم اللي انا ادخلتها از فاكسين انسايد ذا بودي. تمام تمام. طيب هلا علشان اوصل الى البرولونج ريليز اوف ذا انتي بودي باي الاميون سيستم هون، معناه انا لازم فعليا ادخل عنا الانتيجين اللي هم تعون الكلد مايكرو اورجانيزم او التوكسين عنا از انسوليبل فورم عنا منهم انسايد ذا بودي. اوكي تمام تمام. كيف راح احولهم؟ باخذ عنا الكلد مايكرو اورجانيزم هذول او التوكسين تعون البكتيريا بعمل لهم ادزوربشن عنا على انسوليبل سوليد باودر، لايك مثلا فور اكزامبل بعمل لهم ادزوربشن على الومنيوم هيدروكسايد او الومنيوم فوسفيت، ثم بعد ذلك بعمل منهم سسبنشن بالووتر. تمام تمام. لذلك لما بيفوتوا تو انسايد ذا بودي راح يضلوا عنا فعليا سيركوليتد فور ا لونج بيريود اوف ذا تايم انسايد الي بلاد، وبالتالي راح يعملوا عنا لونج اميوني لونج ستيميوليشن للاميون سيستم لحتى يطلع عنا عن لونج تايم ريليز للانتي بودي انسايد ذا بودي بيشنت. اوكي اوكي. طيب هلا ممكن اعمل preparation of the suspension also to be administered by inhalation through the nasal cavity. هلا normally عادة السسبنشن اللي احنا بنحضرهم for inhalation هدول بنستعملهم عنا للتريتمنت تاع respiratory congestion اللي هو الاحتقان في القصبات الهوائية. اوكي هلا mostly معظم الانجريدينت هدول اللي بنستعملهم عنا للتريتمنت تاعون الريسبيراتوري كونجستشن، لايك مثلا فور اكزامبل المينثول والايوكاليبتس اويل اللي هم عباره عن فولاتايل سبستان. اوكي اوكي. هدول السبستان لو اجيت حضرت منهم سوليوشن تو بي انهيل هلاحظ انه هدول الماتيريال بيصير لهم فيري فاست فولاتايزيشن في قلب البريباريشن تاع السوليوشن، لكن لما اجي احضر منهم سسبنشن اللي هي فعليا بعمل ابزوربشن لهدول الماتيريال على انسوليبل سوليد بارتيكل، بعمل لهم ابزوربشن فور اكزامبل على سيرفيسز اوف لايت مغنيسيوم كربونيت، هلا هون حيصير لهم عندي ايش فعليا ديكريز في الريت تاع الفولاتيلايزيشن تاعهم، فبالتالي بيصيروا عنا يعطوا افكت فور ا لونج بيريود اوف ذا تايم. اوكي اوكي. طيب ممكن احضر عنا suspension also for rectal administration، like مثلا for example في عنا preparation of the suspension تحتوي على مادة فعالة تعرف عنا بالباريوم سلفيت. باريوم سلفيت عبارة عن radio opaque substance يعني مادة مشعة، هلا بحضر منها suspension it could be given for the patient orally او ممكن استعملها عنا as enema تدخل عنا عن طريق الريكتال اريا. الهدف منها هون انه انا ممكن اعمل عنا صوره تشخيصيه عنا اللي هي عباره عن diagnostic x-ray image for ال variable part تاعون الدايجستيف سيستم. اوكي اوكي. طيب هلا تعالوا نحكي بس شوي about the physical stability تاعت السسبنشن. الفيزيكال ستابيليتي تاعت السسبنشن ارجع اذكركم انا عشان اوصل للفيزيكال ستابيليتي تاعت السسبنشن في البريبريشن تاع السسبنشن، معناه انا ببساطه بيهمني ان انا يكون في عندي يونيفورم ديستريبيوشن للانسوليبل سوليد بارتيكل في قلب السسبندنج ميديا، وبيهمني فعليا ان انا يتكون عندي في البرودكت تاعي اذا صار في سيديمنتيشن فلوك، وبيهمني كمان ان انا اضيف عنا فعليا انجريدينت هاي الانجريدينت تبطئ عنا الريت تاع السيديمنتيشن تاع السسبندد بارتيكل. تمام تمام.
طيب هلا بناء على الثري رول اللي انا حكيتهم هون هدول، انا في عندي فاريبل كونديشن ممكن تاثر عنا على الاستابيليتي تاع البريبريشن تاع السسبنشن، اللي هي مثلا ارتفاع درجه الحراره ممكن ياثر عنا على الاستابيليتي تاع البريبريشن تاع السسبنشن، انه انا اعمل فريزنج ثم يصير عنا ميلتنج للبريبريشن تاع السسبنشن كمان نفس الشيء ممكن ياثر عنا على الاستابيليتي، او ان انا ديورينج الستورج تايم تاع البريبريشن تاع السسبنشن يصير في عنا تغيير في درجه الحراره تاعت الستورج. طبعا انا لما حكيت عن المحاضره الماضيه about الستورج تاع السسبنشن بيزكي ارجع اذكركم حكيت انه انا اي شود بي ستور عنا البريبريشن تاع السسبنشن على تمبريتشر يساوي عنا 25 درجه اللي هو يعادل عنا الروم تمبريتشر، ولازم ما اعمل فريزنج ولازم اتجنب انه يرتفع عنا اللي هي التمبريتشر على البريبريشن تاع السسبنشن بحيث انه يصير عنا اوفر هيتنج للبريبريشن تاع السسبنشن. تمام again كمان ممكن عنا من الفاكتور اللي تأثر على الاستابيليتي تاع البريبريشن تاع السسبنشن انه يكون عندي فعليا في اديتيف موجوده عنا في السسبندنج ميديوم تتفاعل عنا مع الانسوليب السوليد بارتيكل تاعت الدرج اللي موجود عنا بالبريبريشن. اذا انا ببساطه في عندي اربع عوامل اساسيه بتاثر عنا على الاستابيليتي تاع البريبريشن تاع السسبنشن، اللي هي ارتفاع درجه الحراره على البريبريشن تاع السسبنشن، انه انا اعمل فريزنج بعدين اعمل ميلتنج للبريبريشن تاع السسبنشن، او انه انا ديورينج الستورج تايم يتغير عنا التمبريتشر، او انه يصير انتر اكشن عنا لاديتيف معينه كانت موجوده بالسسبندنج ميديوم مع الاكتيف كونستيتيوانت تاعت الانسوليب السوليد بارتيكل تاعت الدراج في البريبريشن. تعالوا نمسكها واحده واحده ونشوف كل واحد فيهم كيف راح ياثر عنا على الاستابيليتي تاع البريبريشن تاع السسبنشن. اول شيء افترضوا معي ان انا حضرت عندي preparation of suspension عنا aqueous preparation of suspension، يعني بمعنى انه suspending medium اللي انا مستعملتها هي عبارة عن water. تمام افترضوا معي انه preparation تاعت suspension هاي استعملت فيها fluctuating agent non-ionic surfactant as a lithium. تخيلتوا معي هذا suspension؟ اذا انا عندي preparation suspension هلا عبارة عن aqueous preparation of suspension، يعني suspending medium تاعتي هي عبارة عن water. تخيلوا معي انه الـ fluctuating agent اللي انا استعملتها بالـ preparation تاعتي هي عبارة عن non-ionic surfactant اللي هو التوين specifically. تمام؟ تمام. اوكي هلا اذكركم بالكيميكال نيتشر تاعي التوين. التوين هو عباره عن بولي اوكسي ايثيلين ديريفاتيف للسبان. تمام يعني انا باخذ السبان بركب عليه مجموعه بولي اوكسي ايثيلين هيك انا خلقت منه توين. اوكي طيب هلا لما حكيت المحاضره الماضيه about the function تاعي الـ fluctuating agent حكيت انه الـ non-ionic surfactant ممكن نستعملهم كـ fluctuating agent. كيف الـ non-ionic surfactant بيشتغل as a fluctuating agent؟ حكيت لكم انه chain تاعت الـ non-ionic surfactant بيصير لـ adsorption على more than one insoluble solid particle. تمام؟ تمام؟ اوكي هلا اتخيلوا عندي انه التشين تاعت التوين صارت ادزوربت عنا على مور ذان 1 سوليد سوليبل انسوليبل بارتيكل كانت موجوده بالبريبريشن تاع هذا السسبنشن. اوكي اوكي طيب هلا فعليا اللي راح يصير عندي نتيجه وجود المي از سسبندنج ميديوم بالبريبريشن تاع السسبنشن. تمام المي هي عبارة عن H plus و OH minus. أوكي أوكي طيب افترضوا معي إنه هلأ فعليا البارتيكل تاعت التوين تمام عملت عنا absorption ل H plus أو OH negative من المي اللي كانت موجودة بالبريبريشن تاع السسبنشن على السيرفيسز تاعها. أوكي أوكي معناها كأني أنا هلأ بفترض إنه solid particle اللي هي معمول اللي صار absorption لا non-ionic surfactant على السيرفيس تاعها أصبح already تحمل عليها هلأ specific charge
according لا ال OH او ال H plus اللي صار له absorption عنا على المولوكيول تاعون ال non-ionic surfactant. تمام؟ تمام. حلو. بما انه صار absorption لنفس الشارج معناه كأني انا بفترض هلا انه نفس الشارج صارت موجودة عنا على البارتيكل تاعون solid insoluble suspended particle. تمام؟ تمام. هلا نفس الشارج تؤدي الى ريبلشن ولا تؤدي الى اتراكشن؟ ريبلشن. ممتاز، راح تؤدي عنا الى ريبلشن، معناه فعليا كانه انا عم بنقل البارتيكل تاعتي من الفلكيويتد ستيت الى الديفلكيويتد ستيت، صح؟ صح. هلا الديجري اوف الريبلشن هذا اللي راح يتولد نتيجه اللي انا شرحته هذا كله فعليا بيعتمد عنا على النيتشر تاع النون ايونيك سيرفاكتن اللي انا ضفته عندي، بيعتمد على الثيكنس عنا تاعت النون ايونيك سيرفاكتن اللي صار لها ادزوربشن، لاير تاعت السيرفاكتن اللي صار لها ادزوربشن على سوليد بارتيكل، بيعتمد عنا على الديجري تاع الكومبليتنس تاعت اللاير هاي من النون ايونيك سيرفاكتن اللي بيصير لها ادزوربشن على السيرفيسز تاع السوليد بارتيكل. تمام؟ تمام. طيب هلا فعليا انا علشان اخلق ستابيليتي في هذا السيستم لحديت النقطه اللي انا شرحتها هلا قبل شوي هاي، معناه انا فعليا لازم اقلل الريبلشن وارجع اعمل ايش اتراكشن ما بين البارتيكل لحتى يتكون عنا فلوكس في البريبريشن تاع السسبنشن. تمام؟ تمام. اوكي هلا هذا السسبنشن لما يرتفع عليه التمبريتشر اعمل ريزنج فور التمبريتشر، زياده التمبريتشر عندي هون راح تعمل دي هايدريشن للبولي اوكسي ايثيلين تشين تاعت التوين اللي صاير لها ادزوربشن على السيرفيسز تاعت السوليد بارتيكل. تمام؟ تمام. اوكي هلا لما اعمل دي هايدريشن، يعني ايش دي هايدريشن؟ يعني كاني منعت وجود المي على السيرفيسز تاع التشين تاعت النون ايونيك سيرفاكتن. تمام؟ تمام. هلا لما امنع وجود المي على البولي اوكسي ايثيلين بارت تاع السيرفاكتن معناه كاني بمنع توليد تشارج على التشين تاعت السيرفاكتن. تمام؟ تمام. هلا لما امنع تكوين التشارج على السيرفيس تاعون السيرفاكتن هذا معناه انه انا عم بزيد ريبلشن ولا بقلل ريبلشن؟ بقلل ريبلشن. ممتاز، قللت ريبلشن، بالمقابل انا عم بزيد اتراكشن عندي، زياده الاتراكشن فعليا برجع بولد عنا فلوكيول في البريبريشن تاعت ايش؟ فلوكس في البريبريشن تاعت السسبنشن. تمام؟ تمام. السكند فاكتور اللي ممكن تاثر عنا على الاستابيليتي تاع البريبريشن تاع السسبنشن انه انا اعمل فريزنج ثم بعد ذلك اعمل ميلتنج عنا للبريبريشن تاع السسبنشن. طلعوا معي هلا بيزيكلي هاي الفينومينا بتبين عنا فيري كلير على الالمنيوم باي كربونات سسبنشن والمغنيسيوم هيدروكسيد جيل از ا سسبنشن. اوكي اوكي. طيب هلا افترضوا انه both of those two suspension they are prepared as aqueous suspension، يعني suspending medium تاعتي عبارة عن ايش؟ عيدي دكتورة. افترضوا انه both of those two suspension prepared as aqueous suspension، معناه suspending medium تاعتي عبارة عن ايش؟ ووتر دكتور. ممتاز. هلا اخذت هاي البريبريشن تاعت السسبنشن عملت لها فريزنج، لما اعمل فريزنج للمي بتتحول المي الى ايش؟ سوليد. شو هو هذا السوليد؟ ايس. طيب اذا معناه انا لما عملت فريزنج للسسبنشن فعليا انا عملت فورميشن لايس، صح؟ تمام. صح. كون الايس هو عبارة عن صوليد مثل ما حكيته قبل شوي معناها فعليا انا عم بزيد المسافات ما بين الانسوليب الصوليد بارتيكل اللي كانت موجودة بالسسبنشن ولا قربت المسافات ما بين الانسوليب الصوليد بارتيكل اللي كانت موجودة بالسسبنشن؟
قربت المسافات. قربت المسافات. بما انه انا قربت المسافات معناه انا فعليا خلقت اجريجيت عنا في قلب البريبريشن تاع السسبنشن هذا. تمام تمام. كون انه انا خلقت اجريجيت في قلب البريبريشن تاع السسبنشن معناه انا فعليا خلقت عندي مينيمم سترونج اتراكتيفنس ما بين الانسوليبل سوليد بارتيكل ببريبريشن السسبنشن. تمام تمام. طيب هلا طلعوا معاي، جيت عملت ميلتينج، هلا جيت عملت ميلتينج تمام للايس اللي تكون عنا بعد الفريزنج بروسيس تاعت السسبنشن. الميلتينج لما صار عندي هون هلاحظ انه الانصالي بالسوليد بارتيكل رح يضلوا عنا از اجريجيت الا ما لم يبذل عنا فيري هاي اماونت اوف ذا وورك لحتى تكسر الاتراكشن اللي تكون ما بين الانسولي بالسوليد بارتيكل ديو تو الفورميشن تاع الايس. اوكي اوكي. طيب هلا كيب ان ذا مايند ان انا فعليا الديجري السايز تاع الاجريجيت اللي هو عباره عن فعليا السايز تاع الكريستال تاعت الايس اللي هي بتعطي انديكيشن عنا لا الديجري تاع الاجريجيشن دايركتلي بروبورشنال عنا مع الديجري تاع الفلكيويشن في البريبريشن تاع السسبنشن. تمام تمام. طيب هلا السايز تاع الكريستال تاعت الايس يتناسب تناسبا عكسيا مع الريت تاع الفريزنج. اوكي اوكي. يعني كل ما كان الريت تاع الفريزنج هاي يعني عملت فاست فريزنج للبريبريشن تاع السسبنشن هذا معناها انه السايز تاع الكريستال تاعت الايس اللي بتتكون عندي راح تكون سمول. اوكي اوكي. طيب اذا سايز الكريستال تاعت الايس سمول معناها انا في عندي لارج اجريجيشن ولا سمول اجريجيشن صار عندنا بين الانسوليبل سوليد بارتيكل في قلب الكريستال؟ ها جماعة لارج أنا عملت فاست فريزنج اتكون عندي سمول كريستال اوف ذا ايس لأنه الريت تاع الفريزنج يتناسب عكسيا مع السايز تاع الكريستال تاعت الايس اللي بتتكون. اوكي اوكي. طيب هل هذا يعني انه فعليا في قلب السمول ايس كريستال انا عندي لارج ديجري اوف اجريجيشن ولا سمول ديجري اوف اجريجيشن؟ سمول دكتور. سمول سمول ديجري اوف اجريجيشن ليه؟ لانه حجم الكريستال بيعطي انديكيشن لعدد البارتيكل اجريجيتد في قلبه. مظبوط مظبوط. معناه اذا صغر حجمها اذا عدد البارتيكل اجريجيتد فيها اصبح عندي سمول. مظبوط مظبوط. وانا حكيت انه الديجري تاع الاجريجيشن دايركتلي بروبورشنال مع الديجري تاع الفلكيويشن سو اذا الاجريجيشن قل معناه الفلكيويشن زاد ولا قل؟ ها الفلكيويشن زاد ولا قل؟ بيزيد بيقل. يا ريت تسمعوا اللي انا عم بحكيه. حكيت انه الاجريجيشن ديجري تاع الاجريجيشن دايركتلي يتناسب تناسبا عكسي تناسبا طرديا مع الديجري تاع الفلكيويشن يعني كل ما زاد الديجري تاع الاجريجيشن بالكريستال هذا معناه انه الديجري تاع الفلكيويشن في السسبنشن بده يزيد. تمام تمام. لو انا لو حكيت انه الكريستال حجمها صغير سالتكم الاجريجيشن لارج ولا سمول رديتوا علي حكيتوا لي سمول اذا معناه الفلكيويشن راح يكون راح يكون لارج ولا سمول؟ سمول راح يكون سمول. اوكي الاذر فاكتور اللي ممكن تاثر عنا على الاستابيليتي تاع البريبريشن تاع السسبنشن انه يتغير عنا التمبريتشر يصير فلكيويشن في التمبريتشر على البريبريشن تاع السسبنشن ديورينج الستورج تايم. تمام
هلا بيزيكلي عنا هذه الفينومينا او هذا الفاكتور بيأثر فقط لا غير اذا كانت السوليبيليتي تاعت الدرج اللي موجود بالسسبنشن بتزيد نتيجه زياده التمبريتشر. اوكي اوكي طيب هلا فعليا الدجري اذا صار فلكتويشن ديورينج الستورج تايم هذا رح يؤدي عنا الى خلق ما يعرف عنا او يؤدي الى ما يعرف عنا بالكريستال جروث. هلا الكريستال جروث هاي رح تغير عنا بالبارتيكل سايز تاعت السوليد اللي كانت موجوده بالبريبريشن تاع السسبنشن اللي هي رح تغير عنا بالبوليمورفيك فورم تاع الدرج اللي موجوده عنا في قلب البريبريشن تاع السسبنشن اللي هي رح تغير عنا في الريت تاع الابزوربشن وراح يتغير عنا بالديجري تاع الفلكتويشن ديورينج الستورج تايم. تمام تمام طيب هلا عشان نفهم كيف بيصير هذا انا حضرت سسبنشن هلا من دراج از سوليد انسوليبل بارتيكل في السسبنشن لكن هذا الانسوليبل سوليد بارتيكل تاعتي للدراج بتزيد الصوليبيليتي تاعتها في السسبندنج ميديوم اذا ارتفعت درجه الحراره. اوكي اوكي طيب هلا البريبريشن السسبنشن هات لنفترض انه ارتفع عليه التمبريتشر اباب ال 25 درجه مئويه. على ال 25 درجه مئويه الدراج كان موجود بالفورميليشن تاعتي از انسوليبل سوليد بارتيكل. اوكي أوكي. لما ارتفعت درجة الحرارة during the storage time above 25 درجة مئوية شو راح يصير للسوليبيليتي تاعت الدرج في السسبندنج ميديوم؟ بتزيد راح تزيد السوليبيليتي تاعت الدرج في السسبندنج ميديوم معناه راح ينتقل من insoluble solid particle إلى soluble. تمام؟ تمام حلو هلا حتزيد السوليبيليتي تاعته مع ارتفاع التمبريتشر الى ان يوصل عنا الى حد السوبر ساتوريشن. تمام تمام حلو لما وصل عنا الدراج اللي موجود في قلب البريبريشن تو سوبر ساتوريتد كونسنتريشن في السوليوشن بريبريشن هذا معناه كانه انا اصبح عندي هلا اكسس من السوليد موجودات في قلب السوليوشن صح صح طيب هدول الاكسس سوليد بارتيكل شو ببلشوا يعملوا عنا اباب السوبر ساتوريشن يجمعوا على بعض ويبنوا كريستال ستراكشر صح صح يعني صار عندي هون كريستال جروث. هلا بدي اسالكم سؤال هلا مين له سايز اكبر الكريستال اللي تكونت نتيجه السوبر ساتوريشن ولا البارتيكل تاعت الدراج لما كانت موجوده از انسوليبل بارتيكل في بريبريشن السسبنشن عيدي دكتوره مين له بارتيكل سايز اكبر هلا الكريستال اللي صار له جروث نتيجه السوبر ساتوريشن ولا حجم البارتيكل تاعت الدراج لما كانت انسوليبل سوليد في بريبريشن السسبنشن لا في السوبر ساتوريشن رح يكون اكبر الكريستال حجم الكريستال صار عندي اكبر من حجم البارتيكل تاعتي الدراج لما كانت موجوده عنا بيفور الكريستاليزيشن في السسبنشن تمام تمام حلو هلا لما البارتيكل سايز كبر عندي معناها فعليا الريت تاع الابزوربشن هون رح يكون لها اسرع ولا ابطا أبطأ. ليه؟ لأنه dissolution time تاعها رح يكون عندي long time تمام؟ تمام معناها فعلياً البيو availability تاعتها رح تكون عندي أقل تمام؟ تمام طيب الشغلة الثانية هلأ لما حجم البارتيكل يكبر as a crystal عندي هلأ الريت تاعها الريت تاع الستلمنت هذا معناها
انه الريت تاع الستلمنت تاعها سريع ولا بطيء؟ بطيء. بحكي لك حجمها كبير. سريع. رح يكون الستلمنت تاعها سريع عندي مظبوط. طيب هلا لما يكون حجمها كبير از سوليد عندنا هون از سوليد كريستال اوكي رح تعمل كومباكت ستراكشر اذا ترسبت ولا رح تيجي تعمل لوز ستراكشر اذا ترسبت؟ لوز. لا حتعمل كومباكت لانه حيصير لها سيدمنتيشن سريع جدا تمام لانه الاتراكشن كان فيها قوي لانها كريستال. تمام تمام. سو فعليا انا هون رح ينتهي الفورميليشن تاعتي از دي فلكتويتد سسبنشن نوت افلكتويتد سسبنشن صح؟ صح. طيب معناه انا عشان امنع الفينومينا تاعت الدي فلكتويشن هاي الحل ان انا اضيف عنا بوليمر از فلكتويتنج ايجنت او ان انا اضيف عندي سيرفاكتنت از فلكتويتنج ايجنت اوكي؟ اوكي. طيب هلا لو انا اضفت بوليمر البوليمرز لما شرحت لكم عنهم از فلكتويتنج ايجنت حكيت لكم انه هدول البوليمر في لهم برانش تشين البرانش تشين تاعتهم بيصير لها ادزوربشن على السيرفيسز تاع السوليد بارتيكل صح؟ صح. والبارت الباقي من التشين تاعت البوليمر بيكون موجود عندنا بالديسبرشن ميديوم اوكي؟ اوكي. هذا يؤدي عنا فعليا الى خلق ما يشبه عنا نت وورك ستراكشر على السيرفيس تاع السوليد بارتيكل اوكي؟ اوكي تمام. هلا فعليا معناها كيف انا رح امنع من خلال اضافه البوليمر هذا الجروث تاع الكريستال؟ طلعوا معي فعليا اذا صار جروث للكريستال للسوليد بارتيكل اللي موجوده في قلب عنا النتورك ستراكشر اللي بني عنا بالبوليمر هذا يعني انه الكريستال رح تنمو عنا اوتسايد باتجاه عنا البور تاعت النتورك اللي موجوده في الستراكشر تاع البوليمر تمام؟ تمام. طيب هلا فعليا انا علشان امنع الجروب تاع الكريستال هاي عشان امنع انه هي تنمو باتجاه الاوتسايد من خلال البور تاعت النتورك الحل ان انا اصغر البور سايز تاعت النتورك which is built by البوليمر لانه كل ما صغرت البور سايز هذا معناها إنه أنا رح أحتاج to very very high degree of super saturation لحتى يصير الجروب تاع الكريستال تمام؟ تمام. أوكي. الأذر فاكتر اللي ممكن تأثر أيضا على الفيزيكال استابيليتي تاع السسبنشن اللي هي إنه يتفاعل عنا اكسيبيانت موجودة بالسسبندنج ميديا مع الإنسولي بالسوليد بارتيكل تاعت الدرج اللي موجودة بالسسبنشن. For example تخيلوا ان انا حضرت عندي سسبنشن يحتوي على زنك اوكسايد اوكسايد يعني بمعنى انه الانسولي بالسوليد بارتيكل شو التشارج اللي موجوده عليها شو التشارج اللي موجوده عليها نيجاتيف نتيجه الاوكسايد تمام 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 افترضوا انه البريباريشن تاعت السسبنشن هاي اضفت عليها بريزيرفاتيف لايك سيتايل بايريدينيوم كلورايد بايريدينيوم يعني بوزيتيف تشارج على الاستراكشر تاع البريزيرفاتيف اوكي اوكي طيب البوزيتيف تشارج تاعت البريزيرفاتيف رح تيجي تنجذب باتجاه النيجاتيف تشارج اللي موجوده على السسبندد بارتيكل تمام تمام رح تعمل النيوتراليزيشن للتشارج رح تزيد الفلكيويشن الكلام كتير منيح لهلا صح؟ اها لما يصير عنا اكسس اماونت من البريزيرفاتيف ادزوربت على البارتيكل
بتاعت الزنك اوكسايد. شو حيصير على البارتيكل بتاعت الزنك اوكسايد؟ هاي جماعة شو حيصير هلأ موجود على البارتيكل بتاعت الزنك اوكسايد كتشارج؟ يعني ما حتبين، حتغلب عليها البريزيرفاتيف اللي هي شو شحنتها؟ بوزيتيف. معناها تخيلوا هلا مع اكسس اماونت من البريزيرفاتيف ابزوربت على السوليد بارتيكل تاعت الزنك اوكسايد، اصبح كانه البارتيكل تاعون الزنك اوكسايد هلا مع الاكسس تاع البريزيرفاتيف كلهم ايش عليهم؟ بوزيتيف تشارج. تمام، بوزيتيف مع بوزيتيف شو حيصير بينهم؟ ريبولشن. معناها انا منتين البارتيكل هلا بالفلكيويتد ولا الديفلكيويتد ستيت؟ ديفلكيويتد. لانه الفلكيويتد معناه انه انا اقرب بين البارتيكل بانه انا اقل الريبولشن. تمام. سو هلا المصيبه الاكبر ان انا فعليا اضفت عنا الستايل بايريدينيوم كلورايد لحتى يشتغل بالبريبريشن از بريزرفاتيف. يعني ايش بريزرفاتيف؟ مواد حافظة. مواد حافظة يعني بمعنى بيزيك اللي بيشتغل عنا as antimicrobial agent يمنع تكاثر البكتيريا في البريبريشن. تمام. لكن عشان يبقى البريزيرفاتيف افكتيف لازم يضلوا بالفورميليشن عنا as free particle. اوكي اوكي يعني هيك حيصير في مايكروبيال جريد. لا بعد ما صار له ادزوربشن على الزنك اوكسايد ضله فري؟ لا. هل ما زال يستطيع انه هو يشتغل از انتي مايكروبيال؟ لا حيصير مايكروبيال جريد مباشره. عنا فعليا تتحول الفورميليشن من فورميليشن بريزير الى فورميليشن سسبتبل للجروث تاع المايكرو اورجانيزم. تمام. اوكي هلا تعالوا ننتقل لأذر تايب اوف فارماسيوتيكال بريباريشن اللي هي تمثل عنا كورس ديسبيرشن سيستم اللي هي تعرف عنا بالايمالشن سيستم. يعني ايش ايمالشن؟ تعالوا نعرف يعني ايش ايمالشن وشي هي خصائص الايمالشن. الايمالشن ببساطة هو عبارة عن thermodynamically unstable system. اوكي 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 ليش هو thermodynamically unstable system؟ لانه الكومبوزيشن اللي موجودة فيه they are immiscible with each other. وكونهم immiscible with each other معناه they are tend to be separated from each other. واي system constituent اللي موجودة فيه بيفصلوا عن بعض هذا يعتبر thermodynamically unstable. اوكي اوكي طيب اذا الايمالشن مثل ما حكيت لو عباره عن نوع من انواع الكورد ديسبيرشن وثيرمودايناميكالي انستابل سيستم بيزيكلي يتكون عنا من تو اميسيبل ليكويد. اوكي اوكي واحد أوكي. من هدول التو اميسيبل ليكويد بتوزع عنا از جلوبيول ديسبيرس از جلوبيول اللي هو اصبح هذا الفيز يعرف بالانترنال فيز او يعرف عنا بالديسكونتينيوس فيز تاع الايمالشن او يعرف ايضا عنا بالديسبيرس فيز تاع الايمالشن. تمام. هذا الليكويد اللي عمل دروبليت راح يتوزع في اذر ليكويد اللي هو يعرف عنا بالكونتينيوس فيز تاع الايمالشن او يعرف بالاكسترنال فيزز تاع الايمالشن او ايضا يعرف عنا بالديسبيرشن ميديوم تاع الايمالشن. اوكي اوكي هلا عشان اخلق ميسيبيليتي ما بين التو اميسيبل ليكويد هدول لحتى احول السيستم عنا الى ستيبل سيستم فعليا بضيف عليه انجريديانت ثالثه تعرف عنا بالايمالسيفاير. اوكي اوكي تمام اذا يعني ببساطه هلا فعليا انا الكومبوزيشن تاعت الايمالشن عنا ثلاثه كومبوزيشن اساسيات اللي هم تو اميسيبل ليكويد
زائد ingredient ثالثة تعرف عنا بالإيمالسيفاير. هدول هم الأساس في تركيبة أي إيمالشن. ماشي؟ أوكي ماشي. هلأ فعلياً الفيسكوسيتي تاعت الانترنال فيزز أو الكونتينيوس فيزز تاعت الإيمالشن ممكن تكون عندي variable، وبناء عليه هذا يعني إنه الكونسيستنسي تاعت ممكن تكون عندي فاريبل، وبالتالي البريبريشن تاعون الايمالشن ممكن يكونوا ليكويد بريبريشن، وممكن يزيدوا عنا في الفيسكوسيتي تاعتهم يتحولوا الى سيمي سوليد بريبريشن. تمام تمام. مثل ايش؟ فور اكزامبل لو انا عندي بريبريشن اوف ايمالشن تعرف بلوشن، هاي عباره عن ليكويد بريبريشن اوف ذا ايمالشن وذ ا لو فيسكوسيتي. اوكي اوكي. لكن عندي other preparation of the emulsion اللي هي تعرف عنا بأوينتمنت او كريم، هدول عبارة عن semi solid preparation of the emulsion إلهم high viscosity. تمام تمام. طيب هلأ keep in the mind انه كل liquid preparation of the emulsion فيني استعملهم، فيني اعملهم application topically or orally or parenterally. هدول الليكويد. اوكي اوكي. اما بالنسبه للسيمي سوليد بريباريشن they are just only applied topically. تمام اوكي. طيب هلا الجلوبيول سايز تاعت الانترنال فيز اللي بتكون في البريباريشن تاع الايمولشن عاده بيكون لها دياميتر او بارتيكل سايز يتراوح ما بين 0.1 مايكرومتر، ماكسيمم بيوصل عنا الى 10 مايكرومتر. اوكي اوكي. لكن في بعض انواع البريباريشن تاعون السسبنشن بلاحظ انه حجم الجلوبيول هاي ممكن يصير اصغر من 0.1، ممكن يوصل عنا الى 0.01 مايكرومتر. وفي انواع بريباريشن اخرى من الصف من الايمالشن ممكن حجم الجلوبيول عنا يكبر يوصل عنا الى 100 مايكرومتر. تمام تمام. لكن موست كومون للغالبيه العظمى من البريباريشن تاعون الايمالشن عاده قديش الرينج تاع الجلوبيول اللي موجود فيهم؟ من 0.1 مايكرومتر ل 10 مايكرومتر. ممتاز. ولكن انواع سبيشال فقط لا غير اللي ممكن يتراوح الجلوبيول سايز فيها من 0.01 يكبر يوصل عنا الى 100 مايكرومتر. تمام يا جماعه؟ تمام. طيب هلا تعالوا انا وياكم نعرف شو هي انواع الايمالشن. اولا التايب تاعون الايمالشن فيني اقسمهم عنا بثلاث مجموعات، في عنا ما يعرف بالسيمبل ايمالشن، وفي عنا ما يعرف بالكومبلكس ايمالشن، وفي عنا ما يعرف بالمايكرو ايمالشن. تمام تمام. السيمبل ايمالشن ببساطه هو واحد من اثنين، يا اما السيمبل ايمالشن هو عباره عن ووتر، عباره عن اويل ان ووتر، بقراه من اليسار لليمين اويل ان ووتر، او ممكن يكون ووتر in oil. تمام تمام. يعني اكمل immiscible liquid موجودين عنا في تحضيرة هذا النوع من الايمالشن تنتين. لذلك انا لما عرفت الايمالشن حكيت بتكون عنا at least من 2 immiscible liquid. تمام تمام دكتور. تمام. طيب هلا oil in water مين الانترنال فيز ومين الكونتينيوس فيز؟ الاويل انترنال والكونتينيوس ووتر. ممتاز. هلا عندنا السكند جروب من الايمالشن اللي هي تعرف عنا بالمالتيبل ايمالشن. تمام تمام. المالتيبل ايمالشن هدول هم عباره عن واحد من نوعين، يا اما ووتر in oil in water، او ممكن يكونوا oil in water in oil. تمام تمام. طيب
تعالوا أورجيكم الفرق بينهم. هاد عبارة عن سيمبل إيمالشن، عبارة عن إيش؟ جلوبيول من الانترنال فيز، ما بيهمني نوعها سواء كانت أويل سواء كانت ووتر، موجودة عنا بكونتينيوس فيز اللي انتو شايفينه برا هيك، هيك فعليا بتبين تحت الميكروسكوب. أوكي؟ أوكي. هلا المالتيبل ايمالشن تحت الميكروسكوب بيبين مثل ما انتم شايفينه معي بالصوره اللي انا حاطه عليها المؤشر. تمام؟ تمام. لنفترض انه التايب تاع المالتيبل ايمالشن هو عباره عن ووتر ان اويل ان ووتر. تعالوا نعرف يعني ايش ووتر ان اويل ان ووتر. معناها انا في عندي سمول دروبلت من الووتر اللي هي سمول جلوبيول من الووتر اللي هي جوا هاي، موجوده اللارج دروبلت اوف ذا اويل اللي هي برا هاي، موزعه عنا بكونتينيوس فيزز ووتر. وصلت؟ تمام وصلت. تمام. طيب هلا المايكرو ايمالشن، المايكرو ايمالشن اول شيء كيف انا اعرف انه هاي البريباريشن مايكرو ايمالشن؟ طلعوا معي على الصوره اللي شايفينها هون. هاي النورمال تايب اوف ايمالشن سواء سمبل ايمالشن سواء مالتيبل ايمالشن فعليا ببين عنا از تيربت بريباريشن اللي انتم شايفينها هون. اوكي اوكي. المايكرو ايمالشن ببين عندي از ترانسبيرنت بريباريشن مثل اللي احنا شايفينها هون. تمام تمام. إذا المايكرو إيمالشن فعليا هو عبارة عن هوموجينيوس ديسبيرشن سيستم ترانسبيرنت سيستم which is thermodynamically stable system. أوكي؟ أوكي. المايكرو إيمالشن ممكن يكون oil in water أو water in oil، لكن ليش ببين as homogeneous transparent؟ لانه حجم الجلوبيول تاعت الانترنال فيزز اللي بتتكون فيه تتراوح ما بين الخمسة مايكرو نان اسفة خمسة نانو متر، توصل as a maximum لمية واربعين نانو متر. متخيلين قديش هي صغيرة؟ لذلك ببين الـ preparation as homogeneous transparent preparation. أوكي؟ أوكي. لكن مشكلته أنا فعلياً حكيت إنه الكومبوزيشن تاعون أي emulsion عبارة عن إيش؟ عبارة عن إيش الكومبوزيشن اللي بتحضر منهم أي emulsion؟ تو immiscible liquid مع emulsifier، صح؟ تمام. أها. هلا الإيمالسيفاير اللي بحتاجه عشان أعمل فيه مايكرو إيمالشن أكثر بكثير من كمية الإيمالسيفاير اللي بحتاجها عشان أعمل فيها أي أذر تايب من الإيمالشن. تمام؟ تمام. هلا المايكرو ايمالشن it could be administered orally topically and parenterally also. المايكرو ايمالشن بيعطيني several advantages، منها مثلا اول شيء easy to be formed بمجرد ما اخلط الانجريدينت with the correct proportion with each other، ببين as a transparent، وهذا فعليا بيعطي indication للthermodynamic stability تاعته. easy to be manufactured مثل ما حكيت ممكن اعمل له انتاج بكميات كبيره سكيل اب. واهم شغله المايكرو ايمالشن فارماسيوتيكالي بنستعملهم لحتى نزيد فيهم الاستابيليتي تاعت الدرج بالبريباريشن، وبالتالي احسن فيهم البايو افيليبيليتي تاعت الدرج. اوكي اوكي. سريع جدا تعالوا انا وياكم ننتقل. هلا انا حضرت ايمالشن، كيف اعرف انه تايب الايمالشن اللي انا حضرته هذا هو اويل ان ووتر ولا ووتر ان اويل ايمالشن؟ ببساطه بعمل فاريبل تيست من خلالهم ممكن احدد عنا تايب الايمالشن. واحد من هدول التيست اللي هو يعرف عنا بالميسيبيليتي تيست اللي هو ديليوشن تيست. تمام. فكره هذا التيست ببساطه ان انا فعليا ممكن اضيف ليكويد على الايمالشن، هذا الليكويد بيكون ميسيبل مع الكونتينيوس فيزز تاع الايمالشن. تمام.
تمام. يعني انا مثلا عندي preparation of emulsion oil in water، مين الcontinuous phase؟ water، نضيف water. تمام. هلا لو اضفت له اويل، هل الاويل اللي انا اضفته على الايمالشن هذا رح يصير ميسبل معاه؟ لا دكتوره لا، لكن لو اضفت له ووتر رح يصير ميسبل عنا مع التايم، مع البريبريشن تاعت الايمالشن. تمام تمام. اذا انا هيك ببساطه حددت تايب الايمالشن اللي موجود عندي. الاذر تيست ان انا اعمل ميجرمنت عنا للكوندكتيفيتي. طلعوا معي، الكل بيعرف انه الووتر It is good conductor للإلكتريسيتي. تمام؟ تمام. إذا كان الواتر continuous phases للإيمالشن، هذا معناه إنه preparation الإيمالشن المفروض إنه تعمل conductivity للإلكتريسيتي، توصل التيار الكهربائي. أوكي؟ أوكي. ببساطة أنا بجيب عندي بيكر بحط فيه specific volume من الإيمالشن، بنزل فيه 2 electrodes موصولات عنا على لام. تمام؟ إذا اللام عنا ضوء، هذا معنى إنه الكونتينيوس فيز تاع الإيمالشن شو هو؟ ووتر. طيب الإيمالشن شو هو؟ أويل إن ووتر. ممتاز. لكن إذا ما ضوت اللمبة معناها فعليا شو طيب الإيمالشن؟ ووتر إن أويل. ووتر إن أويل. هلا أذر تيست ممكن أعمله إن أنا آخذ البريبريشن تاعت الإيمالشن اخلط معاها عنا اويل سوليبل داي او ووتر سوليبل داي واشوفها تحت الميكروسكوب لحتى احدد عنا فعليا تايب الايمالشن. هلا مثل ايش مثلا ووتر سوليبل داي؟ عاده ممكن نستعملها عشان نعمل فيها ايدنتيفاي للتايب تاع الايمالشن. ميثيلين بلو، ميثيلين بلو هذا ووتر سوليبل داي. تمام، لونه بلو من اسمه، ميثيلين بلو اذا لونه بلو. اوكي اوكي. جيت حطيت 3 دروب من الميثيلين بلو على 1 مل من الايمالشن تاعي اللي انا لهلا ما بعرف شو التايب تاعه، ثم اخذت منه 1 دروب حطيتها على جلاس سلايد وشفتها تحت عدسه الميكروسكوب. اوكي اوكي. طيب هلا اذا بين عندي على السلايد تحت عدسه الميكروسكوب بلو باك جراوند وذ ترانسبيرنت جلوبيول، معناها المي وين كانت موجودة؟ continuous ولا internal؟ continuous. ليه؟ لأنه فعليا الداي تاعتي أو الستين تاعتي بتدوب عنا بإيش؟ بتدوب بالمي. تمام؟ وكونه الباكراوند هو البلو، هذا معناه أنه فعليا continuous phases تاعي هو اللي دابت فيه الداي. إذن طيب الإيمالشن هات؟ أول إنوات. لكن لو بين عندي تحت عدسة الميكروسكوب بلو جلوبيول وترانسبيرنت باك جراوند، معناها فعليا الداي دابت بالانترنال فيز ولا الكونتينيوس فيز؟ انترنال. ممتاز. اذا تايب الايمالشن هون عبارة عن ايش؟ ووتر ان ووتر ان. هلا اكزامبل على اويل سوليبل داي اللي هي سودان 3، هاي بيكون له ريد كلر. تمام، لو تحت عدسة الميكروسكوب بيّن عندي red background with a transparent globule، معناه فعلياً الداي دابت بالcontinuous ولا الانترنال؟ continuous. يعني نوع الإيمالشن هاد water in oil. water in oil. لكن لو بيّنت عندي as red globule على transparent background، إذا طيب الإيمالشن هو oil in water emulsion. تمام؟ تمام تمام. الأذر تيست اللي ممكن أعمله هلا، كل الأويل لما بتعرضوا عنا إلى ألترا فيولت لايت فعليا بيصيروا فلوريسنت. فلوريسنت يعني إيش؟ يعني بيطلعوا إشعاع منهم. تمام تمام تمام. طيب هلا افترضوا إن أنا إجيت أخذت عندي دروب من البريبريشن تاع الإيمالشن وإجيت حطيتها على سلايد وفحصها تحت specific type of microscope يعرف عنا بالألترا فيولت لايت مايكروسكوب. تمام تمام. هلا طلعوا معي على الصورة هون، وجدت انه الباك جراوند فعليا هي الفلوريسنت، معناها الاويل كان continuous ولا كان internal؟ continuous. إذا type الإيمالشن it is water in oil emulsion. لكن لو وجدت تحت الألترا فيولت لايت مايكروسكوب أنا في عندي فلوريسنت جلوبيول، معناه فعليا type الإيمالشن شو هو؟
oil and water. ممتاز. آخر تيست فعلياً اللي هو إن أنا أدرس عنا الويتابيليتي تاعة الفلتر بيبر باي البريبريشن تاع الإيمولشن. طلعوا معاي هلا ويتابيليتي يعني إيش؟ ويتابيليتي يعني بمعنى إنه الكونتينيوس فيزز تاع الإيمولشن يعمل عنا سبريدنج على الفلتر بيبر. أوكي؟ أوكي. هلا مين فعليا ممكن يعمل سبريدنج على الفلتر بيبر؟ يعني يعمل ويتنج للفلتر بيبر؟ الووتر فقط لا غير. تمام؟ الووتر. طيب هلا افترض ان انا جبت فلتر بيبر واجيت اخذت دروب من الايمولشن حطيتها عنا بنص الفلتر بيبر، هاي تخيلتوها؟ هلا حوالين الدروب تاعت الايمولشن اللي انا حطيتها بوسط الفلتر بيبر صار عنا ويتنج عنا للفلتر بيبر. تمام؟ تمام. وترك وراه عبارة عن دروب ما زالت موجودة بالسنتر. هذا معناها انه الكونتينيوس فيزز تاع الايمولشن هاد كان ووتر ولا اويل؟ ووتر. اذا تايب الايمولشن اذا صار الويتنج شو هو؟ oil and water. oil and water. oil and water. لكن لما حطيت الدروب، اذا حطيت الدروب تاعت الايمولشن بنص الفلتر بيبر وبعدين رجعت لها وجدت انه انا ما عندي سبريدنج وما زالت موجوده عنا از دروب وما فيش اي انتشار حواليها، اذا شو تايب الايمولشن؟ water and oil. water and oil. water and oil. done. done. في حدا عنده اي سؤال؟ في حدا عنده أي سؤال؟ أوكي، يعطيكم العافية، أشوفكم المحاضرة الجاية إن شاء الله.